السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا رانا في المقاطعة الإدارية زيرالدا، ولاية الجزائر داروا حملة تعقيم كبيرة. رانا في المقاطعة الإدارية تاع زيرالدا وجينا نرافقوهم ونشوفوا كومون ساسباس الخدمة. ماذا بيا أنا إن شاء الله هنا، دونك رانا في مقاطعة إدارية، نورمالمون راح نتلاقى بميار تاع اللي تابعين المقاطعة هذه ونشوفوا بلوس دو ديتاي معاهم. تبعونا دوك اليوم ان شاء الله حنبداو نديرو التنظيف عبر الاحياء البلديات، خاصه بلديه زيرالدا. كاين مناطق اللي راهم شويه معزولين. وثاني حاجه اللي بدينا نديرو التلقيح، عندنا دوكا ثالث يوم اللي رانا نديرو التلقيح على مستوى بلديه زيرالدا. رانا نديرو في المدرسه، كل المدارس الابتدائيه، بدينا بالمدرسه ألف مسكن في القرية الفلاحية، ودنا واحدة تانيك في مصطفى مرزوق حي سيدي منيف، وواحدة في بن فضة عيسى. رانا نديرو التلقيح اللي رانا فتنا في هذو اليومين هذوما ألف، جاو بزاف المواطنين، جاو اسما الناس مقتنعين وكذا وسناو. ما تبدلت العقلية؟ تبدلت العقلية باسكو حنا بعد التعليمات اللي جاونا من عند السلطات المحلية باللي التلقيح يكون على مستوى المدارس. على كل حال نشكرك مستر ابي على حضورك معنا ومشاركتك معنا في هذه العمليه الموسعه اللي راح تشمل اني مقاطعه زيرالدا، ما فيهم بلديه الصاولي، بلد زيرالدا، بلديه سويدانيه عفوا. هذه العمليه تندرج في حمله واسعه للقضاء على النقاط السوداء على عبر مقاطعه زيرالدا، بالإضافة إلى رفع القمامة اللي متواجدة هنا وهناك. كذلك ماذا بي يعني بالإضافة أنه المجتمع المدني والجمعيات يرافقونا ويشاركونا في هذه المبادرة، بالإضافة إلى المؤسسات التابعة للولاية منها إكسترانات، أسروت، ناتكو، عفوا، يوديفا، لايوب. كل هذا يعني كل واحد والتخصص تاعو المهمة تاعو. حنا راح تنطلق اليوم، ولكن راح تكون مستمرة إن شاء الله على مستوى كل أحياء البلدية. سخرنا لها شويه امكانيات ماديه وماديه، وان شاء الله راح تستمر ان شاء الله حتى نقضوا كاع النقاط السوداء اللي كانت في الاحياء وين كاين يعني. وين كاين على استجواب المواطنين على هذه المبادره؟ لا الحمد لله، استجواب راه كاين استجواب كبير من عند المواطنين، كاين جمعيات، كاين ناس راهي تشارك في الامور هذو، سواء في النظافه هذه، سواء في التعقيم، سواء الحمد لله. دونك العملية هذه تندرج في إطار العمليات الاستدراكية اللي تم إطلاقها على برا بلدية ولاية الجزائر. دونك تستهدف بدرجة أولى إزالة النقاط السوداء، الردوم ومختلف المخلفات النفايات. احنا على غرار باقي المقاطعات تم تسخير عدة إمكانيات باش نتكفلوا بهذه العملية. تم تسخير أكثر من 67 آلية بما فيها الشاحنات، شاحنات الدكاكة والرافعات. تم تسخير أكثر من 500 عامل. العملية هذه تعتبر استمرار لعدة العمليات التي تم إطلاقها الأسبوع الفارط والأسبوع اللي قبله، كما ستستمر العملية خلال الأيام القادمة. العملية هذه راح تكون متبوعة غدا إن شاء الله بعملية تعقيم واسعة في إطار هذه محاربة تفشي فيروس كورونا 19. دونك راح تكون متبوعة بعملية تعقيم بماء البحر حسب التعليمات المزداد في هذا الشأن. تكون متبوعة غدا بعملية تعقيم في على مستوى الأحياء، المساحات، الطرق الكبرى، المساحات العمومية، أماكن تجمع المواطنين.